إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فالزرع مازال طالع الثمن ديالو بشكل كبير وكبير، فالفارينة دايرة 90 درهم العبرة، في حين أن القمح واصل 130 درهم العبرة، 2600 ريال العبرة. فالله يدير تاويل الخير، تمنوا الخير يا رب ان شاء الله، نتمنوا الثمن ينقص شيئا ما ديال الحبوب. ف الفارينه طالع الثمن ديالها بشكل كبير وكبير، وصلت 90 درهم العبره، في حين ان القمح الثمن ديالو 1600 العبرة. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. الحبوب مازال طالع الثمن ديالها بشكل كبير وكبير، فالفارينة دايرة 1600 العبرة، في حين أن القمح الثمن ديالو واصل 90 درهم العبرة. نتمنوا الخير، نتمنوا هذه السنة تكون سنة فلاحية إن شاء الله، وينقص الثمن شيئا ما. إذا مرة أخرى مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فالحبوب طالع الثمن ديالها بشكل كبير وكبير جدا، فالفارينة دايرة 1600 العبرة، 80 درهم حتى 90 درهم، والقمح الثمن ديالو 130 درهم العبرة. مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا معنا جودة عالية تبارك الله، خيرات، ولكن الثمن طالع بشكل كبير وكبير. نتمنوا الخير، نتمنوا الثمن يرجع شيئا ما. بالنسبة للناس كتسول على القطاني، قطاني حتى هي طالع الثمن ديالها بشكل كبير وكبير جدا، فالحمص ديال 20 درهم الكيلو، اللوبيا 18 درهم، والعدس 16 درهم. الله يدير تاويل الخير، نتمنوا الثمن ينقص شيئا ما. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، دائما أرحب بكم في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. الحبوب مازال طالع الثمن ديالها بشكل كبير وكبير جدا. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر من نواحي بن سليمان. الحبوب طالع الثمن ديالها بشكل كبير وكبير جدا،
الفيرينا مازال الثمن ديالها غالي ودايره 1600 العبره 1800 العبره 1800 مليح 1600 مويان، والقمح الثمن ديالو 130 درهم العبره 2600 ريال. نتمنوا الخير، نتمنوا ان شاء الله هذه السنه تكون سنه فلاحيه متميزه ويرجع الثمن شيئا ما لناد اثمنه قاصحه وقاصحه بزاف. نتمنوا الخير يا ربي، نتمنوا ان شاء الله كيف ما ذكرت الثمن يرجع شيئا ما ديال الحبوب، خصوصا احنا مقبلين على الشهر الفضيل شهر رمضان، كيكون اقبال على الحل الدقيق على القمح، يعني الناس كيبغيو يديروا عده شيوات كيستعملوا الدقيق بكثره. نتمنوا الخير يا ربي، نتمنوا ان شاء الله الثمن ديال الحبوب يرجع شيئا ما. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف دي في، دائما اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فالحبوب طالع الثمن ديالها بشكل كبير وكبير، فالفارينة دايره 1800 العبرة، القمح داير 130 درهم العبرة. الله يدير تاويلة الخير، نتمنوا يا ربي ان شاء الله الثمن ينقص شيئا ما ديال الحبوب. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، دائما ارحب بكم في هذا النقل المسائي المباشر. ترجع شيئا ما مشاهدينا الكرام. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فمبقى لي الا نودعكم بعد ما كنت معكم في نقل مباشر من نواحي بن سليمان، اعطيناكم اثمنة الحبوب هنا نواحي بن سليمان. فالفارينة دايره 1800 العبرة، في حين ان القمح طالع الثمن ديالو واصل 130 درهم العبرة. دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله.